في خضم مشهد متأزم يتصاعد لهيب الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله مهدداً بإشعال فتيل صراع أوسع في المنطقة، فالتوترات المتسارعة على الجبهة اللبنانية والتي تتزامن مع استمرار حرب غزة تضيف وقوداً إلى نار أزمات متأججة في منطقة تقف على مفترق طرق. فخلال 8 أشهر من القصف المتبادل بين الجانبين أسفر التصعيد عن مقتل نحو 414 شخصاً على الأقل في لبنان، منهم 319 من حزب الله وقرابة 95 مدنياً، بينهم 30 امرأة وأكثر من 10 أطفال. القتال الذي يعد الأعنف بين حزب الله وإسرائيل منذ العام 2006 أجبر أكثر من 100,000 لبناني على النزوح من الجنوب، نصفهم تقريباً من النساء. بينما تقول إسرائيل إن هجمات حزب الله أسفرت عن مقتل 28 شخصاً، منهم 18 جندياً في جيش الاحتلال، بالإضافة لإجبار أكثر من 80,000 شخص على النزوح من المستوطنات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية، فضلاً عن إحراق أكثر من 14,000 فدان من الأراضي الزراعية والغابات جراء سقوط صواريخ حزب الله. وشهد الأسبوع الماضي أكبر عملية إطلاق للصواريخ تجاه إسرائيل في يوم واحد، حيث أطلق حزب الله أكثر من 250 صاروخاً، وهو ما أثار خوف الولايات المتحدة من تحول التصعيد إلى صراع أوسع.